أعلن البنك المركزي المصري أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من بنوك القطاع المصرفي على تنظيم معارض ديارنا لأصحاب الحرف اليدوية المختلفة بمقار البنوك، بما يمثل فرصة للترويج لمنتجات الشباب والعارضين. وذكر البنك في بيان له أنه يسعى إلى إتاحة إمكانية الاستفادة من التيسيرات التي تقدمها البنوك، بالإضافة إلى الفرص التمويلية التي تتماشى مع متطلباتهم. يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري بالشراكة مع العديد من الوزارات والجهات بهدف تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع.